في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود. كان مسكين ساكن في حتة كلها مجاري وشقة صغننة عبارة عن أوضة وصالة مع أبوه وأمه وأخواته، ونكد وعكننة وألم وفقر وكل حاجة. فربنا أكرمه بعقد في السعودية في مكة ب$4,000. الكلام ده واقعا. ها يقول عاش الشعر ده في سعادة بالغة. اما يجي يدخل ناحية البيت ويلاقي المجاري مغرقة الشارع وحاطين طوب بينط عليه، يقول انط على الطوب وانا مبتسم، قول كلها شهر وسافر وتبقى الدنيا كلها نظافة وابقى راكب عربية. يدخل الشقة مولد وهيصة، يقول الاقي نفسي ببتسم ومنشرح جدا، كلها شهر وهاخد شقة، عشت يعني اسعد شهر في حياتي. ده هو شهر الاحلام ده. هي ده اللي انا بقوله، انك انت لو حسيت فما بالك بقى لو حاس انه رايح الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العمر كله هو الشهر ده، يعني لما لاقي حد بيضايقني ويعاكنني يا رب ارزقني حسن الخاتمة والسامعين والمشاهدين. لو الإنسان حس إن هو كلها كم يوم وروح الجنة، اللي جعان هيشبع واللي تعبان هيرتاح واللي مريض هيشفى واللي حد آذاه هياخد حقه، تفيض عليك إحساسك إن في آخرة، تجعل الإنسان نوع من انواع السلام الداخلي. يبقى الانسان جواه كده رضا مش ملوش حدود. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تعميق اليقين بالاخره. Oh.